بتكلم عن صديق عزيز جدا وذا بالرحلة فنية طويلة، جايز اتكلمت عنه يعني عرضا كده خلال فترات طويلة فاتت من الكلام عن الفن الغنائي في السودان، هو الفنان الكبير صلاح محمد عيسى. يعني حقه من التقدير أقل من جهده الوفير في الفن الغناء، ربما لصعوبة بعض ألحانه لم ينتشر كأبناء جيله الآخرين، وربما لحظه لأنه آخر مرة جاء القاهرة عشان يسجل شريط، سجل ما يسمونه بالميلودي الصوتي، وقبل ما يعملوا المونتاج كان رحل إلى دار الخلود. فدي برضو من في الفن في حظوظ برضو. وهو أيضا لم يكن من المقبلين على الحفلات، يعني الفنانين بيحبوا يغنوا في الحفلات في الأعراس، لكن صلاح كان يحب يغني في نطاق محدود جدا، وربما حتى في الإذاعة يعني أحيانا يغيب، بل إنه غاب عن أهم حفلة في تاريخ حياته، وهي حفلة الأولى لما لحن الأغنية اللي عمل له شاعرنا الكبير علي محمود قلبي المأسور، وجا غناها صديقه محجوب عثمان اللي هي قلبي ما نعسره إلى آخره. فصلاح هذه طبيعته، وربما هذه الطبيعة هي التي خلت يعني حتى تسجيلاته الموجودة قليلة وألحانه بين الناس يعني مش بالانتشار بتاعنا. لكن صلاح في النهاية فنان عنده لونه الخاص، رغم انه عاش في فترة مزدهرة بالغناء، لكن حاول ان يكون فنان له شخصية. وهو قريب برضو من سيد خليفة في انه صاحب افكار اغنياته. يعني صلاح بطبيعته بيعمل يتصور لحن او يتصور حالة شعورية يعمل لها لحن، وبعدين يعمل كلام معبر، وبعدين ينادي الشاعر يقول له انا عايزك تعمل لي الكلام في المعنى ده وفي اللحن ده. فدي طريقة يعني حتى الأستاذ الكبير عبد الوهاب كان بيعملها مع حسين السيد طوالي، يعني يختار موضوع وربما يختار نغم، وهكذا كان صلاح محمد عيسى. أنا شخصيا عنده ألحان كثيرة ذكره وما ما 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 كملها، يعني عمل لحن لتاجوج، عايز عمل يعني حاجة كده داري غني لتاجوج كقصة تاريخية، عمل يا حديث الليالي وقصة الحب والخيالي تاجوج الليالي تقول حكاياتك في ليالي الحب وحديث الريد رواياتك بمحب ومحب تاجوج. عمل شكل لحني وكملناه في وقته، لكن أهمله برضو. وبعدين تاني عمل يا رب يا رب يا رب سبحانك نورك تجلى يا خالق الكون نور الصباح هلا هي نايم قوم شوف الزهور والورود والطيور والكون جنة، شوف الجمال في التلال بجمال الله غنى، والطير الصباح غنى وسبح بجلال الله يا رب يا رب يا رب. دي برضو لحن، برضو ما يتنسى اللحن طبعا، لا كان عندنا نوتة ولا بنكتب حاجة. بعدين آخر حاجة عرضت له يغني يا ريت، فجأة قال لي يا أخي ده قريب من الحقيبة، لكن أنا يا ريت عجباني كلمة بس أعمل لي فيها كلام وأنا بغنيه. فعملت لي كلام ولحنه، عمل لو كان قلبي ينسى غرامك كنت نسيت الشوق ونسيت أيام هجرك وهنا أيامك لأحلامك ما حنيت، لكن قلبي عاشق قلبك بقناسيني عايش جنبك، ولو قال لي أعود لقربك أرد فرحان وأقول يا ريت لو كان قلبي ينسى غرامك إلى آخره إلى آخره. هذه ممكن أقول 20 لحن
ممكن اقول 20 اللي احنا عملهم صلاح وقعدنا معاه انا وخورشيد وعبد الله النجيب وعملنا كلام وكله طواه النسيان رحمه الله عليه. لكن القليل اللي بقى منه يعني شيء في وجدان الناس وشيء جميل والناس بيسمعوه ما زالوا. هو كان شغال في البساتين مع الزهور والورود وصديق للشعراء ويعني محب للحياة محب للجمال. يا ليالي الأنس ليعودي واسمعين الفرح من وعدي من أجمل أغنياته دي غنيها لينا عاصمة الأنصار. طبعا من كلمات أستاذنا وزميلنا الكبير إسماعيل خورشيد اللي كتب معظم أغنيات صلاح محمد عيسى. وحنستمع برضو من أسرار إلى واحدة من أغنيات صلاح الخفيفة المميزة أهوى العيون السوداء. Thank you.
السلام عليكم. يا سلام. قبل جمال ده اقترح بأنه سمير استمعنا جزئية من أول ألحان صلاح محمد عيسى قلب المأسور. قلبي ما
الله عليك الله عليك يا سميرة الله. طبعا دي بتاع